اهلا وسهلا، مرحبا بكم مره جديده على قناه ريحان شانيل. مرحبا بكم في فيديو جديد. لا فيديو ديال اليوم كيف ما وعدتكم فقلت لكم انني غادي نرجع للشيوات، وما كاين ما احسن من هذا الشهر الفضيل باش نرجعوا ليهم. ولا غوسيت ديال اليوم ما كاين ما سهل منها وما احسن منها، كو ساسوا بالنسبه ليكم الفطور في شهر رمضان اولا بالنسبه لوليداتكم اللي غادي يحمقوا عليهم انا متاكده. فالوصفه ديال اليوم هي عباره عن سيجار اولا القنينطات كيف ما كيقولوا لهم، كاين الناس اللي كيقولوا لهم قنينطات وكاين الناس اللي كيقولوا لهم سيجار، ديال البطاطا والطون اللي كيجيو شهوه منهم، والمقادير موجودين في اي منزل، مقادير بساط. وايضا الطريقه باش البطاطا ما تخرجش لكم من الورقه، فخليكم معايا حتى لاخر الفيديو. كيف ما كتشوفوا المقادير هما هادو، فعندنا بطاطا اللي مسلوقه مزيان وبيان سور هرسناها مزيان معكناها، وعندي جوج معالق ديال الجبن اي جبن، عندي هنايا فروماج حمار، فروماج موتزاريلا بنكهه الفروماج حمار، عندي الفروماج متلت، الزيتون، القزبر ومعدنوس والطون. فهادو هما المقادير اللي كاينين. فانا غادي ناخد بول كبيره اولا، المهم فاش غادي تعجنوا اولا غتخلطوا البطاطا ديالكم، غتاخذوا البطاطا بيان سور خصها تكون معستوها مزيان باش ما يبقاوش فيها دوك الحبيبات، غتوضعوا عليها المقادير كاملين جميع المقادير. فوضعت فيها الجبن، من الافضل ان الجبن ما يكونش فيه الماء، يكون داك الجبن اللي واقف. وضعت الطون بواطه كبيره ديال الطون، من الافضل انه يكون طون اللي فيه دي مورسو ماشي داك المفرتت. وضعت الفخوماج احمر، وضعت الفخوماج موتزاريلا حتى هو بنكهه الفرماج حمر، داكشي علاش كيبان لكم صفر. الزيتون كحل، ووضعت الفرماج المتلت، تقدروا تستعملوا لا كونتيتي اللي بغيتوا ديال الفرماج، الا بغيتوا تزيدوا الفرماج زيدوه، بغيتوا تنقصوا اللي بغيتوا. المهم انا وضعت هادشي وغادي نخلط هادشي مزيان حتى كتعطيني هاد النتيجه هادي. كيف ما كتشوفوا خلطتو مزيان، فخص ضروري مع البطاطا يتخلط مزيان، وشكلت منه هاد لي سيغار هادو على هاد الشكل هذا باش تسهل عليا الخدمه. و او ميم طون كتعرفي القياس ان كلشي غادي يجي قد قد. فكيف ما كتشوفوا سرحتهم في ان بلاطو وكتخرج لا كونتيتي كثيره. فهادوك البطاطا اللي استعملت تقريبا واحد ربعه البطاطات ميم با، وخرجت لي هاد لا كونتيتي هادي كامله. وواحد الحاجه اللي غادي ننصحكم بها، ملي تكونوا كتعمروا ورقه البسطيله بالبطاطا، فالبطاطا كتستعملوا مغصو صغير، ما تستعملوش لا كونتيتي كثيره ديال البطاطا وسط الورقه، حيت ملي كتبدا تطيب كتنفخ وكتخرج لكم من الورقه. داكشي علاش خص الورقه تكون غالبه على البطاطا، حيت ملي كطيب البطاطا كتنفخ. فهذا هو السر اللي كيغلطوا فيه بزاف الناس، كيديروا لا كونتيتي مويان اولا كثيره، وملي كيطيبوها كتنفخ وكتخرج ليهم اولا كتعجن ليهم البطاطا لداخل وما كيجيهمش زوينين، داكشي علاش. اما هاد السيجار ديال البطاطا هما كيجيو من ألد الوصفات عندي انا شخصيا. كيف ما كتشوفوا عفوا انا كناخذ الورقه الكبيره، دائما كناخذ الورقه الكبيره، كيجيني انها كتكون احسن من الورقه الصغيره. كنقسمها على أربعة، وكنوضع البطاطا شويه الوسط كيف كتشوفوا، كندير عليها الورقه البسطيله، وكنجيب جنب واحد وكنلوي، عاد كنجيب الجنب الاخر. علاش؟ باش البطاطا تكون ملويه مزيان على الورقه كيف كتشوفوا بحال هذا الشكل هذا. وكنستعمل الماء والدقيق، الماء والدقيق بحال هكا باش كنسدها مزيان، وكتجي على هذا الشكل هذا، كتجي مقاده متيوله، الطويه كتجي رائعه. انا غادي نعود معكم الطويه ديالهم. كناخذوا الربع ديال الورقه على هذا الشكل هذا. كيف كنقول لكم دائما حاولوا انكم تاخذوا الورقه تكون لا كاليتي ديالها مزيانه. كنوضع المورسو ديال البطاطا الوسط شويه، كنجيب عليه شويه ديال الورقه وكنلوي، وكنجيب جنب واحد وعاد كنلوي، وعاد كنجيب الجنب الاخر، وكنكمل الطي ديالي ديال السيجار، وكنسد بالماء والدقيق على هذا الشكل هذا. فهاد الطريقه هذه ما كتخليش لكم نهائيا البطاطا تخرج من الورقه، وكيجيو مقرمشين وكيجيو زوينين بزاف.
فانا غادي نستمر على نفس الطريقه كيف ما كتشوفوا. فانا ملي درت هذوك الكويرات في البلاطو سهلت عليا الماموريه بزاف، داكشي علاش دائما كنحاول انني نشارك معكم الطريقه ديالي شخصيا فاش كنصايب شي حاجه. ما ربما كتكون الفكره عندنا اولا باغي نديروا شي حاجه، كيكونوا دي زاستوس لي بساط باش نسهلوا علينا الشقه ونسهلوا علينا الطياب، وغير ما كيطيحوش لينا في بالنا. فكيف ما كتلاحظوا مني درت انا هاد الكويرات دغيا كملت هاد لي سيكار وما خداوش ليا الوقت بزاف. وايضا نتوما عارفين الدراري صغار من عشاق البطاطا ومن عشاق الفرماج، وما كاينش شي وليد صغير اللي ما عزيزش عليه البطاطا والفرماج. وكيف ما حنا كنبغيو نوعوا مائده الافطار في شهر رمضان، فما كاين ما احسن من هاد لا روسيت اللي ما غتلقايش ما احسن منها وما سهل منها وبمقادير بسيطه بزاف. فغادي نستمر انا بنفس الطريقه حتى نكمل لا كونتيتي اللي عندي كامله. من بعد ما كملت لا كونتيتي اللي عندي كامله ديال لي سيغار، فانا خديت واحد الكميه باش نشاركها معكم كيفاش كتجي من بعد ما كيطيبوا. دهنتها بشويه ديال الزيت اللي مخلط بشويه ديال التحميره باش يعطيونا ديك القرمشه اللي كتكون بحال قليتيهم، وزينتهم بشويه الفخوماج احمر والزيتون. فانا شاركت معكم هنايا كيفاش كيجيو من الداخل، كيجيو معلكين سورتو مع الموتزاريلا وفخوماج احمر كيجيو رائعين، كتعطيهم واحد التعليكه ديال مع البطاطا صراحه كيجيو بنان بزاف. والاهم في هذا الشيء هو اقتصاديين، ولوغو ديال الزيتون خضر علاش زينتو بهم لحقاش كيتماشى مع ديك البطاطا، وداك الزيتون كحل داخل الطون كيتماشى بشكل رائع. فكان هذا هو لا فيديو ديال اليوم، كنتمنى ان لا ريسيت تكون نالت اعجابكم. فملي درتها انا في الدار قررت انني نشاركها معكم حيت جاتني اقتصاديه، والاهم انها سهله في التحضير. فكنتمنى انها تكون نالت اعجابكم. ما تبخلوش عليا بلي كومونتير ديالكم، اي رمارك بانت ليكم اللي تقدر تفيدني وتقدر تنفعني ما تبخلوش عليا بها. وبالنسبه للناس اللي مازال ما داروا اشتراك كنقول لهم شنو كتسناو، ضغطوا على اشتراك او لا سابوني وضغطوا على الجرس باش يتوصلكم كل جديد، وان شاء الله نشارك معكم شهيوات وحدين اخرين الى فيديو قادم ان شاء الله. تبقاو على خير.